السلام عليكم، معاكم باسل الديب ومحمد رفاعي من قناه جودو كان. اللي احنا شفناه ده دلوقتي ده ضلال نهائي لحركه الطاي اوتوشي. حركه الطاي اوتوشي دي حركه من حركات التيوازا، حركات الايدين. هنبدا نشرح الحركه واحده واحده بالطريقه الكلاسيك زي ما عودناكم. اول حاجه الماسكه البيزك بتاعتي زي ما هي، اتجاه الكوزوشي بتاعي للامام هنا، فمهم قوي اتجاه الكوزوشي بتاعي لقدام. تاني حاجه ممكن اركز عليها مهمه قوي، ايدي هنا لازم تبقى نايمه على صدر، مهمه جدا. ده اللي بيميز بينها وبين حركه المورتيك سوينيج، ان انا لازم ايدي تبقى هنا. تمام. بعد كده هنبدا نشرح تحركات ايبيكليت. هيبقى فيه زي مثلث رجلي هتتحرك فيه، راس المثلث هنا، فانا هنا واحد اثنين ثلاثة. ممكن رجلي دي تبقى على طرفيف صابعي او على كعب رجلي. تمام. لو على طرفيف صابعي هنا لازم رجلي تبقى تحت ركبته. هنشرح الحركة على بعض، كوزوشي وتسكوري. هنا لازم رجلي تبقى متنية تحت ركبته وباصص هنا لقدام. فاضل آخر حاجة الكافي اللي هو وضع الركبة. هنشرح الحركة على بعضها بكده. نكون أنهينا الشرح النهائي لحركة الطاي اوتوشي، وكمان ركزنا فيها على المين بوينت المهم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. شكرا.